أهلا بكم إذا مجددا، ما زلنا معكم مع اليوبيل الذهبي وخمسون عاما من العزة والكرامة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ونطوف حول هذه الذكريات وطبعا معركة تحرير الأرض من أجل السلام ومن أجل البناء والتنمية مع ضيفي وضيفكم الكريم المهندس محمد فرج الله، نقيب المهندسين الأسبق بمحافظة أسوان. أهلا بك باشمهندس. أهلا بيكم، صوم طيبين الله بخير دائما يا رب. طيبين. يعني دائما حضرتك بتمتعنا كل عام في هذه المناسبة العطرة، ودائما أكتوبر معه الجديد، يعني برغم من هذا مرور 50 عاما إلى أننا دائما نتحدث عن تفاصيل جديدة وذكريات جديدة في هذا النصر الملهمة أيضا لما نحن فيه الآن. والله احنا في اكتوبر 73، انا كنت قبليها كان في الدوله كانت بتعد البلد فعلا للحرب يعني، نعم وكنا احنا كنا طلبه في الجامعه، كنا مجموعه كبيره، اخذنا دوره او فرقه دفاع شعبي نعم في ساحه الحصايه، نعم كنا سريتين، انا كنت قائد سريه من السرايا تحت اشراف المرحوم محمد عبد الرحيم نعم اللي كان ماسك شباب الرياضه، شباب الرياضة نعم ساعتها، وفعلا تخرجنا قبل الحرب بحوالي أسبوع. نعم الحرب قامت استدعونا ورحنا لبسنا الميري، ادونا السلاح، وإيه مسكنا منشآت الحيوية. نعم كنت بحرس أنا والمستشار عبد المنعم عبد الستار، كنا بنحرس المرشح بتاع المية ده اللي قدامنا ده، كنا نجي بالليل نبيت فيه إنه نحرسه، ونروح الصبح ونيجي وهكذا معانا سلاحنا وناخده معانا والميري، يعني إيه زي كأنكم يعني كأنكم على الجبهة يعني. كان جو بالظبط، عايشين يعني الحياه ده برضه العسكريه. ده جانب آخر برضه الناس لا تدركه برضه، إن الجبهة الداخلية لا أيضا في حالة المهم حرب، طبعا ما لازم في حالة حرب الظهر محمي يعني، نعم في حالة حرب يعني. ففعلا كان وعدد كبير، مش احنا بس كطلبه، لا كان في موظفين من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والشركات وبتاع، كنا فريق كامل يعني. كان المرشح ده مثلا متوزع عليه على مأخذ المياه وعلى على الترمبات وعلى الاحواض ومش عارف ايه، كله ايه كل الاماكن دي طبعا اماكن حيويه نعم ولازم تبقى ايه محميه. ففعلا احنا كنا يعني البلد كان مستعد واحنا كنا مشاركين. نعم طبعا الفتره بتاعت من 67 ل 73 في احداث كثيره حصلت فيها، من القهر اللي احنا كنا فيه بعد الحرب دي، بعد البتاع ده والنكسه اللي حصلت والناس كانت بتغلي، وبعد كده ابتدينا ايه شويه شويه حرب الاستنزاف ابتدت ترفع الروح المعنويه، لحد ما الحمد لله يعني ايه حصل في الجزء الاولاني بعد الحرب 67 على طول، كان معركه راس العش شويه رفعت الروح المعنويه، لما وقفنا التقدم القوات الاسرائيليه ناحيه بور فؤاد برضه رفعت الروح المعنويه الشعب، بعد كده تدمير ايلات، مدمر ايلات برضه دي كان نقطة تحول في حتى في العسكرية. كان من المنفذين او المشاركين فيها طبعا اللي هو سمير يوسف الله يرحمه محافظ اسوان الاسبق، والعميد عبد الله شرقاوي ايضا ابن اسوان. وغير ايلات برضه من الموضوع بتاع برضه المدمرة كانت جاية قدام بورسعيد ليبرتي. برضه ضربت دي بصواريخ الانشاءات الصواريخ بتاعتنا، غيرت الفكر العسكري في موضوع مدمرات، لغوها خلاص بعد كده لان سهل ضربها، فابتدى يتجه لحاجات تانية مختلفه عن المدمرات فأنت يعني. كنتوا كشباب بتتابعوا ايضا هذه الاحداث، لا لان انا انتوا برضه كل مراره النكسه موجوده موجود، يعني. لكن كل سنه كنا في الصيف نيجي وناخد التدريب العسكري ده كل سنه، في يا اما في شباب مسلمين يا اما في ساحه الحصايه، كنا دايما ايه مستعدين يعني، ما كانش يسيبنا المرحوم محمد عبد الرحيم، ما كانش سيبنا ابدا كل سنه بنشتغل في التدريس بتاع الطلبه وناخد برضه الفرقه بتاعت اللي يعني بس كان انتوا شاغلنا وقته يعني. جيل يعتبر يعني جيل محظوظ برضو انكم شاهدتوا تحولين مهمين في تاريخ مصر، السد العالي كتحول، وهو برضو بيثبت ان المصري قادر على ان هو يعني السد العالي معركه ايضا لا تقل ضراوه عن معركه الميادين يعني، فدي برضو كانت مؤشر لان احنا ممكن يحصل حاجه في 73. طبعا طبعا ما هو موضوع السد العالي برضه ده يعني يوريك الاراده والقوه الاراده للمصريين وتصميمهم على بناء السد العالي. طبعا انا اشتغلت في السد العالي وكان طبعا. املي ان اشتغل في السد العالي، الحمد لله اشتغلت فيه طول عمري، وكان كنا بفخر بالمكان بالسد العالي كمكان، ليه في رمز، وفي رمز للقوه بتاعت المصريين ومقدرتهم على انهم يتحدوا الصعاب، وفعلا استطعنا ان احنا ننجز السد العالي في الفتره الزمنيه المطلوبه، والحمد لله لحد دلوقتي قاعد بالسد العالي بيحمي البلد من مخاطر كثيره يعني. انتوا كشباب جامعي وكشباب بشكل عام كان عندكم يعني اراده او تصميم او فكره على الاقل او يقين ان احنا هنحارب، ولا لان برضو حتى قرار الحرب امبارح كان معايا احد الابطال من القناديله ادفو البطل شاذلي حسن، وكان بيتكلم برضو ان احنا موجودين
خلاص على الجبهه ومش عارفين برضو ان احنا متاهبين بس مش عارفين الساعه كام. انا طبعا انا كنت طالب في الفتره دي من 69 دخلت الجامعه. كنا كان حرب الاستنزاف وكان بيشوف الاماكن بتتضرب عندنا، محطات الكهرباء مش عارف ايه الزيتيه بتاع الاماكن دي كلها دي، كنا متابعين وكنا متالم للموضوع ده. حتى لما المرحوم السادات قال الحرب في 72 بعد كده اجلها شويه وموضوع الضباب طلع المظاهرات، انا فاكر كان في مظاهره في اسيوط في 72 عشان موضوع تاجيل الحرب، لان كنا مشتاقين ان احنا نخش الحرب. في ضغط كمان شعبي ما هو الضغط الشعبي اللي هو كان ده بتاع اللي حصل فيه الانفجار والمظاهرات دي، وعشان عايزين الحرب كله عايز الحرب، لان عايز ينتقم لشرفه وكرامته اللي وهنت في 67. يعني برضه الناس عندها يقين ان في 67 ما هربناش اصلا. ايوه ما لحقناش. يعني اقصد يعني ما كانتش في حرب بمعنى مفهوم للحرب. لا لا ما كانش، لا لا ما فيش، هو ست ايام ما حربناش يعني. فانتوا كنتوا كشباب يعني منتظرين هذه الحرب؟ احنا طبعا احنا جينا دخلنا الجامعه زمايلنا اللي هم كانوا دبلومات وبتاع دخلوا الجيش، فكان بيحكوا لنا عن التدريب والمعاناه اللي بيعانوها وبتاع، وقاعدين في الحفر وفي يعني ايه كان معاناه رهيبه، وتدريب كان بياخذ تدريب قاسي، ومستنين اليوم ده، مستنين اليوم ده. طبعا دخلوا الجيش، في ناس دخلت الجيش سنه 69 من زمايلنا، وفي 68 و67 قعدوا مستمروا لحد ما خلصت الحرب طلعت 75. فاكر يا باشمهندس ذكريات هذا اليوم زي النهارده 6 اكتوبر 73، يومك كان شكله ازاي؟ وهل استيقظت على مفاجاه ولا انت كنت حاسس بحاجه حصلت؟ لا هو طبعا انا لما اخذت التدريب العسكري ده في الفتره دي كنا حاسين ان في شيء هيحصل، في شيء بيدبر بس شايفين يعني كنا حاسين في شيء فعلا، وكنا ايه يعني متفائلين انه هيحصل حاجه، بس امتى الله اعلم، مش عارفين امتى الله اعلم. الحمد لله طبعا الموضوع اداره، والخطه بتاعت الخداع اتعملت 100% مظبوطه يعني، وطبعا والتنفيذ بتاعها كان مشارك فيه اثنين مهندسين كبار، المهندس اللي هو المهندس باقي زكي اللي هو عمل موضوع خط بارليف، وفي مهندس ثاني برضه كان ذكره الدكتور سمير فرج في حديثه عقيد احمد نبيه ده مهندس هو ده اللي عمل معظم خط خداع كان عامله هو، منها برضه الخداع بتاع سفر المستشار حافظ اسماعيل مستشار الامن القومي الامريكا، وراح قال لكيسنجر احنا مش هنحارب، شوفوا لنا طريقه ثانيه، مصر عايزه تحل سلمي مش هنحارب وبتاع كده. هو طبعا بلغ طعم وراح مبلغ وجولد ماير وايه المصريين مش عايزين يحاربوا وكده، فبرضه دي من خطه الخداع هو الموضوع ده برضه. نعم. طبعا الخطه كان فيها حاجات كثيره جدا يعني معموله بطريقه محكمه. مهندس احمد نبيه عقيد معقيد مهندس احمد نبيه نوجه التحيه برضه يعني. لكن برضه هناك تصريحات كانت خارجه من اسرائيل يعني، يعني مثلا موشي دايان كان بيتكلم بيقول ان مصر ممكن تحارب وممكن تكسب المعركه، بس لازم بيبقى عندها جنود من المانيا، معدات من امريكا وحاجه كده يعني غريبه يعني، فيعني كان بيقول ده ضرب من الخيال يعني. لا احنا حاربنا وانتصرنا بالعزيمه والاراده والايمان بتاعنا ببلدنا وقوتنا يعني. يعني معظمه كان حاجات نفسيه او يعني، لكن السلاح نفسه ما كانش هو الاساسي في الموضوع يعني. الاساس كان اراده المصريين انها عايزه تنتصر، في خطه وفي اعداد طبعا يعني، ليه ما يعني كل حاجه محسوبه بدقه، محسوبه بدقه. والاسلحه اللي كانت معلمه ما هياش زي الاسلحه كانت عند اسرائيل طبعا، ما كانش زي اللي عنديها، بس الحمد لله برضه بالقوه الاراده والعزيمه. الباشمهندس الشاذلي بيقول لي كان ال المعده اللي كان شايلها تزن 160 بيطلع بيها الساتر، بيطلع بيها الساتر طبعا ما اعرفش طلعنا ازاي بيه، لا ومدرب عليه حط المدفع الار بي جي والبتاع والاسلحه التسليح الشخصي بتاعه واكله وبتاع، لان يقعد يومين من غير امداد فشال معاه حاجته وذاكرته ويقعد يومين لحد ما يجي له تعدي له الدبابات وكده. اخبار النصر ازاي يعني من خلال طبعا يعني انا ساعتها كان في 73 يعني احكي لي بقى يعني انا يعني هو البيان الاولاني صدر، وبعد كده طبعا انا ساعتها ما كانش عندنا تلفزيون في البيت، كان الراديو بقى كان الراديو لا بعد كده ايه كان يعني ابتدت البيانات تطلع وبتاع وكده، في جارنا الراديو الكبير بتاع الجار ده كل الناس لا لا لا, لا 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 كان في جارنا واحد عندي تلفزيون جار مسيحي الله يرحمه، كان جارنا اسمه عدلي، فكان كل الناس تتجمع عنده رحنا عنده في البيت، في احنا بيتنا جنب بيتهم، كنا بالليل نتفرج على الاسره بقى، شو صور الاسره وصور بتاع ومش عارف ايه، والحيص الله اكبر وبتاع، فرحانين طبعا في لحد ما تم وقف اطلاق النار يعني.
البيوت المجاوره والمنازل ومعارفك برضو على الاقل اللي انت تعرفه. لا لا لا، كان موضوع ابناء بيحاربوا، اللي كان عندهم ابناء على الجبهه، اي طبعا. اخبارهم بتوصل ازاي؟ لا، ما فيش اخبار كانت بتوصل. يعني انا ما يعني انا ما انا برضه جاني مره خبر واحد شهيد، جابوا لي الورق بتاعه اعرفه، يعني من واحد زميلي جاب لي الورق بتاعه، قال لي ده استشهد في الحرب، انت تعرفه؟ جاب الورق، خدت الورق بتاعه، بصيت فيه، قلت له اه انا اعرف ناس وتجار قماش في اسوان. رحت له قلت لهم ده الورق بتاع هو استشهد، وده الورق بتاعه. بس طبعا هم يعني ايه، ما كانش يعني كانوا عارفين استشهد، بس ما كان اوراقه بتاع كده. انا تكفلت وخدتها وديتها من زميل كان معاه على الجبهه. نعم، يعني احنا عشان وقتنا الجزء الاخير، يعني دايما بنقول ان حرب اكتوبر هي يعني ان شاء الله ستظل ابد الدهر، هي حرب ملهمه، واحنا زي ما قال الرئيس السادات الله يرحمه، هي حرب من اجل السلام والتنميه. وازاي نستلهم روح اكتوبر في هذا الوقت بالتحديد؟ يعني المفروض يعني هو طبعا روح اكتوبر تبقى المفروض عايشه معانا على طول يعني. والحمد لله احنا شايفين الحمد لله بتعمل في بلد حاجات كثيره كويسه يعني. بس برضه ايه، المزيد صحيح. عايزين المزيد يعني في الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وعايزين عايزين عايزين أكتر من كده يعني. كتير يعني، عايزين الخطط بتاعتنا تبقى فيها حاجات أكتر من كده. عشان نقدر نكفي بلدنا ونوقف الاستيراد شوية من الحاجات الضرورية بتاعتنا، ونصنعها بلدنا بدل ما احنا مستوردها، والأغذية بتاعتنا كل المستلزمات الأساسية بتاعتنا بدل الاستيراد، لأن الاستيراد ده ما ينفعش يعني. والجيل الجديد يعني في بعض السلبيات من الجيل الصغير، إن هو بيقعد ينتقد أو مش بينتقد بشكل غير لائق، لأن حرق الناس تنتقد، لكن بتنتقد بشكل غير لائق، وما يعرفش كم التضحيات اللي تمت في الحروب اللي مرت بها مصر من 48 مرورا ب 56، استنزاف 73، وصولا يعني لمرحله الامان ما بعد 73. يعني تقول لهم ايه حضرتك؟ ما هو الجيل الصغير ده المفروض برضه اعلاميا يعني الاعلام يركز، يعمل فوكس على البطولات اللي تمت في الحرب. نعم. في بطولات كثيره تمت، صحيح، وابطال كثير. نعم. وحكاوي كثير في الموضوع ده. نعم. يعني عملنا احنا في على الموضوع سينا وكده، عملنا حاجات المفروض برضه حضرتك تعبر اكتوبر تاخد حقها. صحيح. انا شايف انه ما خدش حقها يعني. صحيح. زي ما انت عملت في السد العالي بطولات. الناس اللي عملت بطولات السد العالي، ايضا هناك بطولات وثائقيه مفروض موجوده متوثقه. صح. مفروض تتنفس بقى، تتعمل دراما وبتاع وكده وتتنشر، الشباب والاطفال هيشوفوها. نعم. هيقدروا ايه. لكن الموضوع ما فيش عندنا غير فيلم بتاع الرصاصه لا تزال في جيبي والاغنيه. نعم. على الممر وبتاع. لا، هو انا برضه يعني هنا حتى ممكن الاستاذ خالد الشريف وقناه طيبه، ممكن احنا عندنا كم تسجيلات وثائقيه لابطال حرب اكتوبر. لا، وعندنا ناس عايشه، ناس عايشه ممكن نجيب منها، او المسجل ده، بس تعمل دراما يعني. يعني تعمل دراما عشان اسرع يعني، توصل بسرعه يعني. اتمنى ذلك ان شاء الله، ونلتقي حضرتك في الاعوام القادمه. ربنا يديك الصحه يا رب ان شاء الله، وتحكي لنا ايضا مزيد من الذكريات وبيت عم عدلي ايضا، هي كبيره ان شاء الله. وان شاء الله يعني تظل هذه البيوت مفتوحه، وتظل هذه الذكريات الجميله العالقه في اذهاننا، وتظل حرب اكتوبر ملهمه لكل الاجيال القادمه ان شاء الله. شكرا لضيفي الكريم المهندس محمد فرج الله، نقيب المهندسين السابق محافظه اسوان. شكرا باشمهندس، كل عام وانتم بخير. كل سنه طيبين، كل سنه طيبين ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، هذا ما سمح الوقت في حلقه اليوم من شارع الجنوب. في النهايه هذه تحيات فريق العمل، رئيس تحيه علي عبد الماجد قناوي، تحيات مصطفى عارف سام مؤدي البرنامج، ياسر منصور مدير التصوير، تحيات زملاء من كنترول الهواء محمد فراج، ياسر طاهر، هاني فتحي، حسين عبد الغني، محمد جمال، يحيى سليمان، مديره انتاج تيسير العلودي، ومخرجنا خالد فرح واسماعيل عرفان، والاشراف العام دائما الاستاذ خالد الشريف.